بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وشرف وكرم وبارك وعظم على صحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. أما بعد، نكمل قراءة وشرح كتاب دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين، تأليف الشيخ محمد ابن علان الصديقي الشافعي الأشعري المكي، وضع بأعلى الصحائف كتاب رياض الصالحين للإمام محي الدين أبي زكريا يحيى بن شرف النووي رحمهما الله تعالى، ونفعنا الله بعلومهما وعلوم مشايخهما وتلامذتهما في الدارين، آمين. باب في النصيحة. قال تعالى: إنما المؤمنون إخوة. وقال تعالى إخبارا عن نوح صلى الله عليه وسلم: وأنصح لكم. وعن هود صلى الله عليه وسلم: وأنا لكم ناصح أمين. وأما الأحاديث فالأول عن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، رواه مسلم. الثاني عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم، متفق عليه. الثالث عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، متفق عليه. نقرأ الشرح. باب في النصيحة. قال الفاكهاني في شرح الأربعين الحديث التي جمعها المصنف في شرح الأربعين حديث، يقول كده بس ما عرفش ليه عمل فينا كده الأربعين الحديث، يعني حاجة دمها تقيل كده واقفة في زورك، لكن هي الأربعين حديث ماشي ما يجراش حاجة، أدام احنا بنحب سيدنا ابن علان نستحمله برضه رضي الله عنه. النصيحة كلمة جامعة معناها حيازة الخير للمنصوح له، يقال إنها من وجيز الأسماء ومختصر الكلام، وأنه ليس في كلام العرب كلمة مفردة تستوفي العبارة عن معنى هذه الكلمة، كما قالوا في الفلاح: ليس في كلام العرب كلمة أجمع لخير الدارين منها، وهي مأخوذة كلمة النصيحة بقى، وهي مأخوذة من نصح الرجل ثوبه إذا خاطه، شبه فعل الناصح فيما يتحراه للمنصوح له بسد الخياط خلل الثوب وإصلاحه، بسد الخياطة أو أصل الناصح يبقى الخياط، هو بيقول الناصح خليها الخياط أحسن عشان بيتكلم عن الناصح، الناصح بنسميه خياط بقى، فهمت ازاي؟ وقيل إنها مأخوذة من نصحت العسل إذا صفيت من الشمع، شبه تخليص القول من الغش بتخليص العسل من الخلط، انتهى. قال الله تعالى: إنما المؤمنون إخوة. ففي التعبير بالأخوة المقتضية للنظر في مصالحه وما ينفع إيماء إلى نصحه. وقال تعالى إخبارا أي مخبرا عن نوح صلى الله على نبينا وعليه وسلم، أي عما قاله لقومه: وأنصح لكم. قال السلمي في الحقائق: قال بعضهم: أنصح لكم أدلكم على طريق رشدكم. وقال شاهي الكرماني: علامة النصيحة ثلاثة: اغتمام القلب بمصائب المسلمين، وبذل النصح لهم وإرشادهم. يبقى أول حاجة اغتمام القلب بمصائب المسلمين، وبذل النصح لهم وإرشادهم إلى مصالحهم وإن جهلوا وكرهوا. وقال تعالى مخبرا عن قول هود
عليه الصلاة والسلام ما ايه ما قالش هنا بقى صلى الله عليه وسلم زي ما في نوح. ليه؟ ما اعرفش، يمكن نسي في سرعة ايه الكتابة. لكن نقول ايه؟ على نبينا وعليه الصلاة والسلام لقومه: وانا لكم ناصح، اي فيما امركم به من عبادة الله وترك ما سواه. امين على تبليغ الرسالة واداء النصح، والامين الثقة على ما اؤتمن عليه. حكى الله عن نوح، سيدنا نوح قال ايه؟ انصح. سيدنا هود قال ايه؟ ناصح. طب ليه؟ سيدنا نوح كان ملازم النصح لهم ليل نهار، جهرا وسرا وعلانية، منفردين ومجتمعين، مثنى وثلاثة ورباع، 950 سنة. ايه ده؟ ناصح يعني تكرر النصح، تكرر. فقال ايه؟ انصح. انصح في ايه؟ الفعل الذي يدل على التكرار. لكن سيدنا هود ناصح، يعني ايه ناصح لهم؟ يعني ايه؟ يتحين لهم بعض الايام والاوقات المناسبة لهم، ايه، ويروح لهم كده في الحصاري، يروح لهم بالليل شوية، يوم في الاسبوع، كل 3 4 ايام. انما سيدنا نوح كل ساعتين، كل ساعة، كل 6 ساعات كده على طول. فهمت ازاي؟ فايه، فعبر بانصح لسيدنا نوح لتكرار النصح ليل نهار بطرق مختلفة، واخد بقى، بلا ملل ولا كلل. لكن سيدنا هود ناصح، يعني احيان واحيان يتخولهم النصيحة. شوف دقة القرآن يعني في التعبيرات. حكى الله عن نوح بصيغة الفعل، وهو وعن هود بصيغة اسم الفاعل. قال الخازن في لباب التأويل والفرق، على فكرة تفسير الخازن ده من أبدع التفاسير، إلا إنك ما تقراش فيه قصص الأنبياء بس، وقع في إسرائيليات كثيرة جدا. لكن شيل بقى قصص الأنبياء من الخازن، تفسير بديع، وعلى هامشي تفسير البغوي أيضا، لكن تبعد عن قصص الأنبياء فيه. طب تعرف قصص الأنبياء منين؟ من التفسيرات اليسرية. فهمت إزاي؟ عشان تبعد عن إيه؟ عن الإسرائيليات. فحقك تشترك ايه؟ تفسير الخازن، وبهامشي تفسير البغوي، وتكتب على ايه؟ على المقدمه كده: يقرأ التفسير وهو تفسير بديع، الا انك تبتعد عن قصص الانبياء لوقوعه في بعض الاسرائيليات. عشان ايه؟ لما تسيبه لابنك في مكتبتك بعد وفاتك ان شاء الله بعد عمر طويل، يقوم ايه واخد ايه؟ مديله انت التطعيم، التطعيم ضد الاسرائيليات، وهو اقوى من تطعيم الكورونا. يبقى قال الخازن في لباب التأويل والفرق أن صيغة الفعل تدل على تجدده ساعة بعد ساعة، فكان نوح يدعو قومه ليلا ونهارا وإسرارا وجهارا سنوات طويلة، كما أخبر الله تعالى عنه بذلك. فلما كان ذلك من عادته ذكره بصيغة الفعل، لأن الفعل يدل على التكرار. وأما هود فلم يكن كذلك، بل كان يدعوهم، أنا عندي دال، يدعوهم، يا مكتوب واو ما كانت دال، يدعوهم وقتا دون وقت، يعني ايه فوقها ايه؟ يتخولهم النصيح. يبقى يتخولهم النصيح زي النبي كده، كان يتخولون النصيح لما يلاقي الناس عندهم نشاط للسماع ينصح، تعبانين عايزين يناموا ما يعمل لهمش حاجه، سيبهم صلى الله عليه وسلم. يبقى اسمه ايه؟ يتخولهم النصيح. فلم يكن كذلك، بل كان يدعوهم وقتا دون وقت، فلذا ذكر بصيغة الوصف، أو ذكر بصيغة الوصف. وفي الآية جواز مدح النفس والثناء عليها في مواضع الضرورة إلى مدحها. وأما الأحاديث النبوية النصيحة وأما الأحاديث النبوية في النصيحة، أنا ما عنديش في دي، في النصيحة فكثيرة. فالأول عن أبي رقية، كني بابنه، لا بابن، لا بابنة له لم يولد له غيرها. يبقى أبي رقية، تميم ابن أوس ابن خارجة ابن سود ابن جزيمة ابن دراع ابن عدي ابن الحارث ابن مرة ابن أدد ابن زيد ابن يشجب ابن عريب ابن زيد ابن كالان ابن سبأ ابن يشجب ابن يعرب ابن قحطان الداري
نسبة إلى جده الدار، ويقال فيه الديري نسبة إلى دير كان يتعبد فيه. أسلم تميم رضي الله عنه سنة 9، يا ده في الآخر خالص يعني قبل وفاة النبي بعام، عام الوفود. أسلم سنة 9 وسكن المدينة، ثم انتقل إلى الشام ونزل بيت المقدس بعد قتل عثمان. روي له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 18 حديثا، روى له مسلم حديثا واحدا اللي هو ده، وروى عنه باقي الستة إلا البخاري، وهذا الحديث من أفراد مسلم وليس لتميم فيه سوى هذا الحديث. وقد قيل هذا الحديث عليه مدار الإسلام، وقيل أحد أرباع الإسلام، وصحح بعضهم الأول. وقد روي عنه، وقد روى عنه صلى الله عليه وسلم، وهذه منقبة شريفة تدخل في رواية الأكابر عن الأصاغر. ليه روى عنه حديث إيه؟ الدابة والدجال، لما قال إن أنا كنت بحار وراكب سفينة، فاكرين أنتوا الحديث ده؟ وبعدين إيه؟ غرقت السفينة والأمواج رمته في جزيرة، فوجد دابة ووجد هناك رجل مقيد إيه؟ وسألني عن أشياء. فجاء لما حكى الحديث للنبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ فروى النبي روى الحديث عن إيه؟ عن تميم. كذا في شرح الأربعين للفاكهاني، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة، أي هي عماد الدين وقوامه، كقول الحج عرفة، فهو من الحصر المجازي يا وهابي. الحصر الإيه؟ المجازي يا وهابي، دون الحقيقي، لأن لو على الحقيقة يبقى الدين نصيحة بس، طب وفين بعد كده أو بقية أوامر الدين؟ يبقى كده لو فهمناها على الحقيقة نفهمه خطأ. الحج عرفة يعني ما أنا أروح أقف في عرفة وأمشي أروح على المطار؟ فهمت إزاي؟ لأ، يعني الركن الركين، فهمت بقى إزاي؟ وليست كل الأركان، وده يسموه إيه بقى؟ بيسموه حصر مجازي وليس حصر حقيقي يا وهابي. أي إنه أريد المبالغة في مدح النصيحة حتى جعلت كل الدين، وإن كان الدين مشتملا على خصال كثيرة غيرها. قلنا لمن يؤخذ منه مراجعة المتعلم للعالم عند الإبهام والالتباس؟ قال لله. قال الخطابي: النصيحة لله تنصرف إلى الإيمان به ونفي الشريك عنه وترك الإلحاد في صفاته وأسمائه ووصفه بصفات الكمال وتنزيه عن جميع النقائص والقيام بطاعته واجتناب معصيته والحب فيه والبغض فيه وموالاة من أطاعه ومعاداة من عصاه وجهاد من كفر به والاعتراف بنعمه وشكره عليها والإخلاص في جميع الأمور والدعاء إلى جميع الأوصاف المذكورة والحث عليها والتلطف بالناس ومن أمكن منهم علمها. قال الخطابي: حقيقة هذه الأوصاف راجعة إلى العبد في نصحه نفسه، فالله غني عن نصح النصحين. يعني ما تفكرش النصيحة لله أنك أنت هتنصح لله هتقول لربنا بس خد بالك ما توقعش، يعني تنصح الخلق لله، هذه حكاية، فهمت ازاي؟ ولكتابه، قال القرآن النصيحة لكتابه، يعني تقف قدام القرآن كده اهو، تحطه قدامك كده وتقول له ايه؟ حافظ على نفسك، خد بالك في قطة جاية، لحسن تيجي تخربش الصائل، ده كلام يفهمه كده المجانين، وانت عارف ايه امثالهم، واخد بالك؟ لكن لكتاب اي ايه؟ تنصح لكتاب يعني ايه؟ يعني تدل الناس على كلام الله، تعلمهم كتاب الله، تدفع عنه الشبهات، واخد بالك؟ تؤمن انه كلام الله وانه ليس فوقه كلام، واخد بالك؟ وانه معجز في ذاته، ادي ايه؟ النصيحه لكتاب الله، فهمت بقى؟ تدافع عنه يعني. ولكتابه، قال العلماء: النصيحه له الايمان بانه كتاب الله وتنزيله، لا يشبه شيئا من كلام الخلق ولا يقدر عليه أحد منهم، ثم تعظيمه وتلاوته حق تلاوته وتحسينها
والخشوع عندها وإقامة حروفه في التلاوة والذب عنه لتأول المحرفين والتصديق بما فيه والوقوف مع أحكامه وتفهم علومه وأمثاله والاعتناء بمواعظه والتفكر في عجائبه والعمل بمحكمه والتسليم لمتشابهه، بخلاف الوهابية يعملون بمتشابهه ولا يهتمون بمحكمه. خدت بالك؟ خلافا للوهابية عكسه. وللبحث عن عمومه وخصوصه وناسخه ومنسوخه ونشر علومه والدعاء إليه وإلى ما ذكرنا من نصيحته ولرسوله ونصيحته. هتروح تنصح النبي تقول له ما تعملش كده؟ ولا النصح للنبي يعني ايه؟ تدل الناس عليه وتحببهم فيه وتبين شمائله وفضائله وخصائصه وما خصه الله من كمالات. فهمت ازاي؟ يبقى الوهابية لما بيقعدوا يعلموا الناس ان الرسول ده ايه، بشر معتاد، يبقى ما نصحوا لرسوله ابدا، لان النبي ليس بشرا معتاد. لو كان معتادا يبقى لا يصلح للوحي ولا يصلح للرسالة. يبقى كده بيسلبوه ايه؟ خصائصه وفضائله وفواضله. يبقى لم ينصحوا لرسول الله. فهمت ازاي؟ فتاخد بالك ان اللي بينصحوا لرسول الله هم ايه؟ مين؟ اهل التصوف الذين يدلون الناس على كثرة الصلاة والسلام على النبي وعلى معرفة فضائله وفواضله. تقعد مع اهل التصوف تلاقي نص كلامهم عن رسول الله، صح ولا لا؟ تقعد مع اهل الفرق اياها نص كلامهم مع شيخ الإسلام ابن تيمية الشهيد سيد قطب، قال حسن البنا في المأثورات، ما فيش حد بيقول قال رسول الله إلا أهل التصوف. فهمت ازاي؟ هم دول اللي قاعدين طول النهار وحضرة النبي صلى الله عليه وسلم كده على طول. يبقى هم دول اللي بينصحوا لنبينا صلى الله عليه وسلم. إنما التانيين ابن عثيمين ابن باز الألباني قاعدين طول النهار يقولوا كده، لما إيه؟ يعني تعبونا الحقيقة. يبقى النصح لرسوله يبقى تكلم الناس طول النهار على النبي بقى وتحببهم في النبي وتعرفهم بفضائله، تصديقه على الرسالة والإيمان به وطاعته في أوامره ونواهيه ونصرته حيا وميتا ومعاداة من عاداه وموالاة من والاه وعظام حقه وتوقيره وإحياء طريقته وسنته وبث دعوته ونشر سنته واستفادة علومها والتفقه في معانيها والدعاء إليها والتلطف في تعليمها وإعظامها وإجلالها والتأدب عند قراءتها والإمساك عن الكلام فيها بغير علم وإجلال أهلها لانتسابهم إليها والتخلق بأخلاقه والتأدب بآدابه ومحبة آله وأصحابه وبغض أهل البدع في السنة زي الوهابية. إحنا مش بنبغضهم كأشخاص، إحنا بنبغض دعوتهم، لكن كأشخاص بندعي لهم لأنهم مسلمين إخواننا، ربنا يهديهم. وبغض أهل البدع في السنة، والمقصود بها بغض البدع وليس بغض المبتدع. فهمت إزاي؟ أنت لا تبغض الأشخاص، تبغض الأفعال. فهمت؟ يبقى البغض يتوجه إلى الفعل لا للشخص. ليه بقى؟ لأن لو توجه إلى الشخص انتفت الرحمة في القلب وتمني الخير له. فهمت بقى ازاي؟ فإياك أن تفعل ذلك مع مسلم. فهمت؟ تختلف معاه تختلف معاه في آرائه في أفكاره، لكن في شخصه تتمنى له كل خير وتتمنى له النجاة. فهمت؟ أنت نفسك بتقول اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، داخل فيهم مين؟ كل من خالفك من المسلمين داخلين معاك. سيدنا لوط يقول إيه؟ إني لعملكم لمن القليلين، ما قالش إني لكم من القليلين، لعملكم. فهمت بقى؟ فلازم نتعلم الحاجات دي. وبغض أهل البدع في السنة والمتعرضين لأحد من الصحابة ولأئمة المسلمين. أئمة المسلمين اللي هم حكامهم وعلمائهم، دول اسمهم أئمة المسلمين. تنصح لأئمة المسلمين أنك أنت لا تخرج عن طاعتهم ولا تقلب القلوب عليهم، واخد بالك إزاي؟ ولا تسفه أفعالهم، وبعدين ايه؟ تطيعهم في الامور التي تطيع فيها الله. طب والامور اللي هم لو امروك بمعصيه الله ما تطيعهمش في الامور دي، لكن تطيعهم في الباقي. يعني افرض امرك بخمسين امر يوافق الشرع الشريف، وامرك بخمس اوامر لا توافق الشرع الشريف،
تقوم انت تسمع كلامه في الخمسين امر، ما تسمعش كلامه في الخمس اوامر. لكن مش عشان في خمس اوامر قال فيها مخالفة للشرع معناه ان انا انقض كل الاوامر واروح ايه زقه على متاع واناكفه فيما اتاه الله من ايه من ولاية. ما ينفعش. امرنا الا ننازع الامر اهله، امرنا الا ايه ننازع الامر اهله. يبقى علاقتك بولاة الامور المسلمين ليست التنافر ولا التحاسد ولا التباغض ولا ايه ولا محاولة اخذ ما في ايديهم، ولكن النصح. علاقتك بيهم النصيحة. فهمت بقى ازاي؟ خلافا لما عليه مين؟ الاخوان المسلمين والدواعش وغير ذلك. لكن الوهابية يوالوا حكامهم ولو في الباطل. فهمت بقى ازاي؟ ادي الفرق بيننا وبين ايه؟ الوهابية. وبعدين جم بقى في فترة الربيع العربي انحازوا للاخوان المسلمين، وايه برغم ان دعوتهم موالاة الحكام موالاة الى الاخر في كل حاجة. دي طريقتهم كده، وعدم التدخل في السياسة خالص. جم بعد كده في الربيع العربي ايه خابوا وايه وانحازوا للاخوان المسلمين. فربنا ايه يعدل وجهتهم. يبقى ولأئمة المسلمين، وهي بمعاونتهم على الحق وطاعتهم وامرهم به وتنبيههم وتذكيرهم برفق ولطف واعلامهم بما غفلوا عنه ولم يبالغوا من حقوق المسلمين وترك الخروج عليهم. ده هم كانوا بيدعوا عليهم، اللهم انسفهم، اللهم زلزلهم، اللهم دمرهم. بقى تبتدي على ولاة الأمور المسلمين، امال هتدعي على ولاة الكفار ايه؟ تقول ايه؟ فهمت بقى؟ ما هو لو دمرهم هتتدمر بلاد المسلمين. ايه الغباوة دي؟ فهمت ازاي؟ فاوعى تعمل كده. والخروج عليهم، يبقى ايه؟ ترك الخروج عليهم وتألف قلوب المسلمين لطاعتهم كمان، وألا يغروا بالثناء الكذب عليهم. وبرضه ما نقعدش نمدحهم ليل نهار لما يحسوا ان هم بيوحى اليهم ولا يخطئوا، والا نحولهم الى مستبدين. فما فيش داعي بقى ايه للمدح الزائد. فهمت؟ ولا يغروا بالثناء الكذب عليهم، ويدعى لهم بالصلاح. دي مهمه جدا. ويدعى لهم بالصلاح، لان سيدنا عبد الله بن عباس نفسه كان يقول ايه؟ يقول لو كانت لي دعوه مجابه لجعلتها لولي امر المسلمين، لان في صلاحي صلاح المسلمين. هذا كله بناء على ان المراد بهم الخلفاء وغيرهم ممن يقوم بامر المسلمين، وهذا هو المشهور وحكاه الخطابي. ثم قال: وقد يتاول ذلك على الائمه الذين هم علماء الدين، ومن نصيحتهم قبول ما رووه وتقليدهم في الاحكام واحسان الظن بهم وعامتهم، اللي عوام المسلمين بقى، اي من عدا ولاه الامر ونصيحتهم بإرشادهم لمصالحهم في دنياهم وأخراهم، وإعانتهم عليه بالقول والفعل، وستر عوراتهم وسد خلاتهم، ودفع المضار عنهم، وجلب المنافع إليهم، وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر برفق، وأن يحب لهم ما يحب لنفسه، ويذب عن أنفسهم وأموالهم وأعراضهم بالقول والفعل، ويحثهم على التخلق بجميع ما ذكرنا من أنواع النصيحة. وقد كان في السلف من تبلغ به النصيحة إلى الإضرار بدنياه. قال ابن بطال: وهذا الحديث يدل على أن النصيحة تسمى دينا وإسلاما، وأن الدين يقع على العمل كما يقع على القول، والنصيحة فرض يجزي فيه من قام به ويسقط عن الباقين، يعني هي فرض على الكفاية، وهي لازمة على قدر الحاجة إذا علم الناصح أنه يقبل نصحه ويطاع أمره وأمن على نفسه المكروه، فإذا خشي أذى فهو في سعة. انتهى. رواه مسلم. قال السخاوي في تخريج الأربعين الحديث: ورواه الإمامان الشافعي وأحمد بن حنبل، وأخرجه النسائي وابن خزيمة في صحيحه وله طرق كثيرة. الثاني عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه البجلي، تقدمت ترجمته في باب المحافظة على السنة. قال: بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة. أصله إقامة، فحذفت التاء عند الإضافة تخفيفا، والمراد الإتيان بالمكتوبات مستكملة الفرائض والسنن والأدب، وإيتاء الزكاة. عمر ما جت في القرآن أبدا أدوا الصلاة، يقول لك أقيموا الصلاة.
انما ايه اقيموا الصلاه يعني ايه؟ يعني تكون في جماعه، واخد بالك، وتكون في اول الوقت، وتكون بوضوء ايه كامل، وبستر عوره وثياب نظيفه، ومتابعه الامام، وتسويه الصفوف، وختام الصلاه، كل دي اقامه الصلاه، كل ده اقامه الصلاه. انما اللي بيعمله المسلمين ده يسمع الاذان يروح مصلي جنب سريره فرد المصلي، ده بيؤدي الصلاه لكن لا يقيمها، ده بيؤدي الصلاه ولا يقيمها، يبقى لم يلتزم بعد باقامه الصلاه. خدت بالك ازاي؟ ودي نقطه مهمه، فرق بين اقامه الصلاه وايه واداء الصلاه. ربنا عمره ما قال لنا ادوا الصلاه، قال اقيموا الصلاه. فهمت ازاي؟ والرسول صلى الله عليه وسلم يقول ايه؟ تسويه الصفوف من اقامه الصلاه. يبقى كل ما تعلق بايه بالصلاه في الصوره التي كان يفعلها النبي في المسجد، ويسبقها اذان، ونسعى الى المسجد ونسوي الصفوف ونكبر خلف الامام ونتبعه في حركاته، واخد بقى، وبعدين بعد كده نختم الصلاه، كل دي اسمها ايه؟ الصوره دي كلها على بقى اسمها اقامه الصلاه. فهمت؟ يبقى بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة المفروضة، والنصح بضم النون ومصدر نصح، يقال نصحته ونصحت له، وباللام أفصح، نصحت له وباللام أفصح نصحا ونصاحة، والنصح بفتح النون ومصدر نصحت الثوب خطه لكل مسلم. وتقدم في ترجمتي من وفائي بما التزم من النصح زيادتي لصاحب الفرس حتى بلغ بي 800 درهم، وكان أولا رضي بما قل من ذلك بكثير بأقل، مش كده؟ أو بما قل من ذلك بكثير بذلا للنصيحة. متفق عليه. فاكرين أنتوا لما راح يشتري الفرس الراجل بيقول له بكام ده؟ قال له 300، فقال للمساعد بتاعه اديله 300، فاداله 300. وبعدين بص للفرس كده لقى فرس عربي اصيل، يا ابن الجدع ده ورثه من ابوه مش عارف قيمته. فهمت؟ فقال له لا 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 400 كويس؟ فقال له كويس 400. وبعد كده مشي شويه قال له لا 500. الجدع المساعد بتاعه كان يعني ضغطه انتهى، ضغطه ارتفع، ايه اللي بيحصل ده؟ ما شافش حاجه زي كده. تملي اللي بيشتري هو اللي بيخفض السعر، لانه اللي هيدفعه اول مره يشتري واحد، يشوف واحد بيشتري وبيرفع في السعر لحد ما اشتراه ب 800 وهو كان ثمنه 300 من فم ايه صاحبي. فالراجل المساعد بتاعه بيقول له، او الفتى اللي كان معاه، قال له اني بايعت رسول الله على النصح لكل مسلم. فهمت ازاي؟ فالراجل البائع ده بيبيع بضاعه مش عارف قيمتها، بضاعه غاليه هو مش عارف قيمتها. احنا نقول عليه ايه؟ لقطه كويس، هات اخطفها وهاتها قبل ما يعرف قيمتها. يبقى احنا في فرق بيننا وبين الصحابه كتير قوي. والثالث عن انس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن احدكم ايمانا كاملا حتى يحب لاخيه من الخيرات والطاعات. وفي روايه النسائي: حتى يحب لاخيه من الخير. قال السخاوي: وهي زياده صحيحه لانها خارجه من مخرج الصحيحين، بل هي على شرطهم. وأخرج ابن مندة في كتاب الإيمان له انتهى. ما يحب لنفسه. قال ابن الصلاح: وهذا قد يعد من الصعب الممتنع، وليس كذلك، إذ معناه لا يكمل إيمان أحدكم حتى يحب لأخيه في الإسلام ما يحب لنفسه. والقيام بذلك يحصل بأن يحب له حصول مثل ذلك من جهة لا يزاحمه فيها، بحيث لا ينقص النعمة على أخيه شيئا من النعمة عليه، وذلك سهل على القلب السليم، وإنما يعصر على القلب الدغل، الدغل الحقودي يعني. عافانا الله من ذلك، آمين. قال أبو الزناد: ظاهر الحديث التساوي وحقيقته التفضيل، لأن الإنسان يحب أن يكون أفضل الناس، وإذا أحب لأخيه مثله فقد دخل في جملة المفضولين. وفي الحديث من الفقه أن المؤمن مع المؤمن ينبغي أن يكون كالنفس الواحدة، فيحب لأخيه ما يحب لنفسه من حيث أنها نفس واحدة. وفي الحديث الصحيح: المؤمنون
كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى. متفق عليه. قال السخاوي وأخرجه أبو داود الطيالسي في مسنده والدارمي وعبد في مسنديهما. مش كده برضو عبد؟ ممكن من عبد بن حميد. اه بس ساكت كده. وعبد ما فيش حد عنده حاجة جنب عبد؟ عبد بن حميد في قوس حميد. يعني مكتوب عندك حميد. اه يعني حطها بين قوسين كده، وعبد ابن حميد في مسنديهما، وابن ماجه في سننه، وابو عوانه في مستخرجه، وابن حبان في صحيح، وهو عند الترمذي والنسائي. وقال الترمذي انه صحيح. انتهى. ونقف على باب في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر غدا ان شاء الله. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. ان الله وملائكته يصلون على النبي، يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الامي وعلى اله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الامي وعلى اله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الامي وعلى اله وسلم. عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك وامتداد كلماتك وكما تحب وترضى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.